سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة ومشاهدي برنامج المرأة المسلمة كمان مشاهدينا على صفحتنا في الفيسبوك وعلى اليوتيوب أيضا مباشر. في الحقيقة موضوع حلقة النهاردة هو يعني مستوحى منكم أنتم المشاهدين والناس اللي بيكتبوا لي على الصفحات الناس اللي بتتابع على صفحة الفيسبوك بالذات وبتعلق على رسايل خاصة أو في رسايل عامة بقالي فترة طويلة كده بلاحظ انه الموضوع ده على صفحتنا وصفحات اخرى او عموما في السوشيال ميديا في على تويتر على الاماكن اللي بيكتب فيها بشكل عام وبتطرح فيه المواضيع بشكل عام، ملاحظة جدا انه موضوع السب والشتيمة ده حاجة يعني لازمه موجوده بين كل تعليق وتعليق تلاقي عشر تعليقات كلهم شتائم يو يعني والشتائم بقى تختلف بقى يعني واحد عايز يقول لي مثلا ان انا حتى بالمكياج وحشه موجوده على الـ على الـ على التعليقات دلوقتي او مثلا يعلق على ان انا كدابه او يروح شاتم بالاهل او يتكلم كلام مش مش يعني مش نظيف حاجات زي كده يعني والكلام في العرض والكلام والاتهامات بالجهل والكلام ده كله وده بيكون عموما يختلف تماما عن مثلا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يعني مثلا لو انا بتكلم على اللبس يبقى اتكلم انا لابسه ايه ولا مش لابسه ايه لو انا بتكلم على مثلا موضوع في الثقافه العامه تقول لي مثلا أنتي مش مثقفه او يعني ابقى قادره اربط المواضيع لكن عموما الشتائم على صفحات التواصل الاجتماعي دايما موجهه توجيه يعني كلام قاسي وشديد وسب وشتيمه وكلام بالاهل وكده خليني يعني الموضوع ده خليني انا اسال نفسي هي الناس دي بتشتم ليه أنا عارفة مثلا الناس اللي على صفحتي بيشتموا ليه؟ عشان أنا بتكلم في موضوع حساس الدين القرآن محمد الإسلام تغيير الدين تغيير المجتمع فدي حاجات بتضايقكم فبتروحوا شاتمين عشان ما عندكوش رد تاني مش كده؟ أو شايف إن أنا مش بفهم أنا فاهمة ده لكن عموما الناس بتتجه الرد الطبيعي بتاعها على طول يبقى شتيمة طب سؤال تاني ايه فائده الشتيمه ومثلا الالفاظ الجنسيه الخارجه؟ يعني انت عملت ايه لما شتمت بالفاظ جنسيه خرجت منك انت من بقك انت او من بقك انت لان اللي بيشتموا رجاله وستات. هل موضوع الشتيمه ده مثلا يعني في العالم الاسلامي بس؟ لا طبعا ده موجود في العالم كله. هل الموضوع ده من اليومين دول ولا من زمان؟ في حاجات اسئله كتيره جدا هنطرحها. سؤال تاني انت بتستفيد ايه لما بتنعت حد مثلا بصفه سيئه؟ او تتهمه في شرفه او فكره او ثقافته او منشاه. ايه اللي انت بتستفيده من ده؟ بترتاح بتضايق بيتفش غلك؟ ايه تأثير استخدام الألفاظ السلبية والخارجة على السامع والشاتم؟ على الشاتم والمشتوم؟ دي اسئله لازم يعني نسال نفسنا فيها المجتمعات الغربيه فيها ناس كتير قوي بتستخدم الالفاظ الجرحى زي الكلمات الكبيره اللي بتتقال وكلكم كمان انتوا بتستخدموها فالموضوع ده موجود في الشرق وفي الغرب لكن في المجتمعات الراقيه والمجتمعات اللي فيها مسيحيين مثلا ما تلاقيش أبداً إنه في حد بيشتم في وسط المسيحيين، غير مقبول أبداً إنه حد يستخدم لفظ جارح للشخص مش حتى شتيمة. خلينا نسأل سؤال عام، أنا بسأل سؤال عام، هل في مبرر للشتم؟ يعني في مبرر انك تشتم حد وعلى فكره الـ الـ الناس المسيحيين اللي موجودين اللي بيشتموا مثلا على الصفحات يـ يـ المسلم يشتمهم فيروح راضين بشتيمه برضو ويشتموه اذا كان في في فكره في دينه في اي حاجه دي مش حاجه كويسه ابدا لانها لا تمثل المسيح وهنتكلم الكتاب المقدس بيقول ايه في الموضوع ده فاذا كان انت تعرف مسيحي او مسيحيه بتشتم ده مش دليل على انه الكتاب بيعلم ده أو إنه ده المفروض الحياة اللي إحنا نعيشها. أوكي؟ okay. فلازم نسأل هل دينك بيشجعك إنك تشتم مثلا؟ هل ال ال اللي وضع فيك اللي دخل جواك بيشجعك أو بيديلك الحق إنك تشتم ولا لأ؟ زي ما اتعلمنا كده وإحنا بنبحث في الإسلاميات دايماً دايماً نلاقي الأمر وعكسه ال ال الفرد و وعكسه ال التصريح وعكسه النهاردة في موضوع الشتم والسب ده هتلاقي نفس الحكاية برضو في القرآن والسنة وما تعلمناه من الشيوخ كمان هنشوف يا ترى الكتاب المقدس بيقول ايه عن موضوع السب والشتيمة وهل ده خطية ولا مش خطية حلقة النهاردة أنا سميتها واغلظ عليهم واغلظ عليهم والعنوان ده من سورة التحريم لما إله الإسلام بيقول لمحمد كده يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا ترى الجملة دي فيها كام لفظ سب في الجملة دي في كام شتيمة في الجملة دي في كام نعت بألفاظ جرحة في الجملة دي طبعا اللي بيسمعني دلوقتي ممكن يسأل هو انت قصدك يعني ان السب ده تخصص اسلامي مثلا؟ طبعا لا زي ما قلت لكم في الاول ده مش قصدي انا شايفه انه يعني انا سألت نفسي كل الاسئله دي وبطرحها امامكم عشان نسألها لنفسنا ونسألها لبعضنا وناخد خطوه لتحسين ثقافتنا ومجتمعنا وقلوبنا وحياتنا الخاصة علشان الله يبتدي يعمل في قلبك وينظفك وينظفك وتبقى بتفكر وانت بتتكلم هل الكلام اللي انت بتقوله ده هيفيدك هيبنيك هيثقفك هيعليك هيوقف عنك الشر ولا هو بس تنفيس عندك شوية بخار مضغوط وبتنفس وخلاص ويستمر الحال كما يعني على ما هو عليه آه هل سؤال تاني برضو مهم ان احنا نفكر فيه وانا عايزاكم تتصلوا وتقولوا لي انتوا دلوقتي هتشوفوا الرقم بتاع الواتساب المجاني وتقدروا تتصلوا عليه وتشاركوني بالراي ده هل مثلا السب بيعتمد على شخصيه الانسان هل الشخصيه بتاثر على موضوع السب والشتيمه هل الرجاله بتشتم اكتر من الستات ولا الستات بتشتم اكتر من الرجاله وهل ده يعتمد يعني الست والراجل بيشتموا ازاي ده يعتمد على الجنس راجل ولا ست ولا لا في ابحاث كتيره الحياه اتعملت في الموضوع ده لما ابتديت يعني اقرا في الموضوع لقيت انه في ابحاث كتيره موجوده فيه في من من ضمن الابحاث دي يعني هقدم لكم اتنين تلاتة من ضمن الابحاث دي و خلينا نشوف الافكار المطروحه بيها. ف مثلا احنا بنلاقي انه في ناس بتشتم وهي غضبانه. وناس بتشتم وهي فرحانه. فيعني مثلا لو خدنا مثل من مجتمعنا ده, ده على يعني على طول الخط يقول لك ايه اما فلان الفلاني ده مثلا ابن كذا. او ويبقى ويبقى متغاظ منه قوي او يقول لك مثلا اه فلان الفلاني ده ابن مش عارف ايه ده عمل حاجه ممتازه يعني بالسلب وبالايجاب وممكن مثلا ايه حد يفاجئك مفاجاه حلوه فتقول يا ابن مش عارف ايه دي مفاجاه كويسه بنعمل كده في لا مش احنا يعني انا سوري معلش هسحبها دي احنا ما بنعملش كده لكن في ناس بتعمل كده فعلا اوكي في الحالتين انت بالتعبير بتاعك ده بتخرج طاقه سلبيه مثلا زي الغضب او الالم او او الضيق او ايجابيه زي الفرح او المفاجاه او you know على حسب الموقف اللي انت فيه فالشتيمه دي او رد الفعل هي رد فعل بتعبر عن حاجه جواك غضب الم مثلا الفراستريشن يعني انك تكون مشحون ومضغوط ومش عارف تعبر اوكي فبتطلع بتعبير في تعبير جارح فهي طاقه جواك من الغضب بتروح متنفس كده عامل زي حله البخار تشيل بتاع اللي فوق دي تروح مطلع لك شويه بخار في تجربه بقى اتعملت في يعني كذا مره الحياه في جامعات واماكن للابحاث في جابوا فريقين وقسموا الناس بعضهم عملوا رجاله وستات وبعضهم عملوا بس مجموعتين. وجابوا ميه بارده جدا والانسان يحط كل واحد منهم يحط ايده في الميه البارده دي فطبعا لما تحط ايدك في ميه بارده درجتها مثلا خمسه تحت الصفر ولا حاجه زي كده يعني معرفش بقى ميه كلها تلج ايدك بتتجمد. فبتتألم جامد والواحد بيبقى عايز يشيل ايده بسرعه لو حطيت ايدك في الفريزر هتلاقي انه هتبقى عايز تشيل ايدك بسرعه لان ايدك بتوجعك. فقالوا لبعضهم استخدموا الالفاظ الشتايم اللي بتريحكم. لما تشتموا اشتموا جامد وخلوا ايديكم في الميه. وتشوفوا كده هيشوفوا مين اللي هيقعد اطول مده في الميه فلقوا انه الناس اللي شتموا خلى خلاهم يحتموا الألم بشكل أفضل ودي يعني الحياة اتكررت انه تلتين الناس اللي حطوا ايديهم في المية وكانوا بيشتموا قعدوا مدة أطول من بقية الناس لانه تنفيس الشتيمة دي خلتك تطلع طاقة جواك تلهيك عن الألم اللي انت متألمه في المستشفيات تلاقي فيه مرضى كتير بيزعقوا وبيشتموا و... 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 وخصوصا الناس الكبار في السن من كتر الألم لأنه ده تفريغ طاقة الغضب وطاقة الألم اللي جوه س... سو يعني ده كده بالظبط زي ايه الافاضل اللي عمالين يشتموا فينا دلوقتي على الصفحه. انت بتشتم لانك جواك طاقه من الغضب واللي انت بتسمعه لما بتكلم في مواضيع تخص الاسلام لو ولما نقول مثلا دلوقتي هنتكلم عن محمد كان شتام وكان لعان انت اول ما بتسمعني بقول كده بتقول ايه دي كدابه دي مش عارف ايه دي كذا يا بنت كذا يا كذا انتوا المسيحيين كذا ليه بقى؟ لانك متالم انك بتسمع كلام بيوجعك على الناس انت بتحبهم حاجه تمس عرضك وفكرك وكل حاجه فاللي قاعدين يشتمونا على الصفحات دول انا بقول لكم اقفوا دلوقتي وبدل ما تشتم انا مش هدفي انكم تبطلوا شتيمه على فكره في الصفح انا هدفي انك تعرف مصدر الالم اللي انت فيه مصدر الغضب اللي انت غضبان بيه انا مش مصدر غضبك والشتيمه مش هتفرغ الغضب اللي جواك ولكن الله عايز يجد لك مخرج يغير حياتك من انك تكون عايش طاقة سلبية وألم سلبي وتخرجوا بمشاعر سلبية وألفاظ سلبية هتأثر على حياتك إلى أنك تنتقل إلى فكر فهم معرفة بناء فهم لشخص الله فهم لمقاصد الله في حياتك بناء لقلبك ولحياتك هيجي من إله محب لا يصدر منه فحش ولا لعنات فده هدفي النهارده خلينا نكمل شويه في فكره البحث ده. المشاعر السلبيه في احد الابحاث ايضا بيقولوا كده انه المشاعر السلبيه بتشتغل او بتيجي من نفس المكان في المخ اللي بيتعامل مع الشعور بالالم والشعور بالرفض. الشعور بالرفض شيء صعب جدا على الانسان. و يعني صعب التعامل معاه فلما نرفض ولما نلاقي حد بيقول لك انت تتبع الدين الغلط او انت اخذت الطريق الغلط او انت اتجوزتي الراجل الغلط ها يبقى مشاعر الغضب والالم اللي جواكي ممكن تعبري عنهم بالطريقه دي اوكي من نفس المكان المشاعر السلبيه بتتعامل مع نفس المكان في المخ اللي بتيجي منه يعني الألم والرفض والنقص والضعف. ليه في ناس بتشتم على طول الخط؟ ليه؟ لأنه الناس اللي بتشتم على طول الخط دي اللي أول رد بيطلع منهم هو شتيمة أو فحش أو كلام جامد أو يعني حتى يعني بالنسبة لي أنا الكلام اللي فيه فحش وكلام قاسي بال... بال او كلام قذر يعني ده زيه بالظبط زي الكلام اللي يقصد بيه جرح الانسان اللي قدامك الناس اللي بتتعامل بالطريقه دي دايما مشحونين بمشاعر سلبيه بيبقى جواهم مشاعر سلبيه كتيره اتحشوا بيها فعلشان يحموا نفسهم من الغير او يحموا العقيده بتاعتهم او العقيده الضعيفه بتاعتهم او او يلاقوا مكان علشان يثبتوا نفسهم يعملوا كده يردوا بالطريقه دي زي مثلا الست في المجتمعات ال عموما في مجتمعاتنا الشرقيه لما الست تشتم دي اكبر كتير من لما الراجل يشتم مش كده لكن الست بتشتم ليه على فكره يعني في لازم نفكر في ليه الست بتحط نفسها بتخرج من المكانة اللي المفروض ان هي تكون فيها محترمة صوتها واطي مهذبة كده الى انها تبص لواحد وتقول له يا كذا مامتك مثلا ليه لانها بده بترفع نفسها الى مكان عايزه تحط نفسها يعني هي فاكره انها بترفع نفسها فهي عايزه تحط نفسها في مكان يخوفه وفيبطل يتحرش بيها او يبطل يتهجم عليها او يعمل لها حساب. هي فاكره ان ده بيرفعها بياخدها من المكان اللي هي بتتشتم فيه او بتت... بتتهان فيه الى مكان اخر. عايزاكي تفكري النهارده. ده ما بيرفعكيش ولا بيحميكي بالعكس ده يقلل من قيمتك كانسانه خلقها ربنا علشان تكون آآ آآ يعني سبب شفاء حواليها. الام اللي بتعلم، الزوجه اللي بترحم وتساعد وتعين وتوجه البنت اللي بتنمو علشان تكون مصدر سلام وجمال ونعمه في مجتمعها كل ده انتي فما تاخدوش وتحطيه في الشتيم عشان تحمي نفسك الجاي للقانون الجاي للصلاه في في طرق كتيره في ستات محترمه جدا وعايشين بطريقه محترمه جدا بيخرجش من بقهم لفظ وبرضه بيقدروا يحموا نفسهم okay. في دكتور اسمه دكتور جون ماجرا عمل ألف جزء كده من أبحاثه بحث أو مقال كنت بقراه له بيقول كده إنه نقل عن مقال برضو جزء من مقال آخر لباحث تاني اسمه تيموثي جاي بيقول إنه السب أنواع وأنواع التلميحات الجنسية أو العرقية او الالفاظ المقززه آآ آآ الثقافه ليها علاقه كبيره بيها وده بقى الحاجه اللي انا عايزاكم تبتدوا تركزوا فيها كل ثقافه آآ ليها آآ اتجاه معين احنا ثقافتنا تشتم بالاهل بالحيوانات بعرض الستات بال... بالالفاظ الجنسيه مش كده والمساله دي بقى فيها يعني تشكيله كبيره من الاختلاف بين المستويات الاجتماعية والأطياف المختلفة جون بيقول أنه السبب يستخدم زي زمرة العربية للتحذير حد يزمر كده عشان إيه يخوفك أو تعبير عن الغضب لما حد يزمر يقول لك يعني وعلى طول زمره بتزمر وتيجي معاها شتيمه. مع. اوكي؟ كمان برضو انه ده ممكن يكون زي اللي ماشي في فرح برضو بيزف العروس يعني نفس الحكايه فهي المساله متساويه لكن انا عجبني موضوع انه ال 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 الشتيمه دي بتطلع زي ما ما تكون بتدوس على زمارة العربيه علشان خاطر تحذر الناس اوعى انا انت جرحتني مش كده ف خلينا نفكر في الموضوع ده في آه لما بنقول ان محمد كان شتام ولعان مثلا الناس بتزعل وما بتصدقش لانه في آه مفهوم في الاسلام بيقول انك لازم تكون آه حسن الاخلاق وتتكلم بلين آه الكلام وكلام من ده هنشوف بقى الكلام ده صحيح ولا لا خليني اخد مكالمه وبعدين آه اوريكم الفيديو اللي بيوريكم ازاي محمد كان عنده آه القدرة و كمان مش بس كده كان بيوافق على ان اللي حواليه يشتموا ويلعنوا ويستخدموا الالفاظ دي اوكي خلينا اخد المكالمه معايا الاخ محمد من الجزائر اهلا بيك يا محمد. اهلا يا محمد علي صوتك شويه انا سمعك اتفضل أنا ما فهمتش الموضوع ده. حبيت إن بس حبيت نشكرك في البرنامج بس ما فهمتش الموضوع. الموضوع اوكي. الحلقة. الموضوع الحلقة بتكلم عن ليه الناس بتشتم؟ وهل الإسلام من مصادر الأخلاقيات اللي بنشوفها على صفحات التواصل الاجتماعي دي، هل الإسلام بيعلم إنه الناس تشتم ولا لأ؟ والكتاب المقدس سيقول لنا إيه في الموضوع ده؟ Okay. أنا, أنا سعيدة باتصالك يا يا محمد. تفضل نعم، أنا في رأيي الإسلام ما يعلمش الشتم. أوكي. Okay. Okay. طيب. سامعني أنا سمعت كويس، أنت قلت أنت في رأيك إن الإسلام لا يعلم الشتيمة، مش كده؟ لا لا لا, لا يعلم غلط. طيب، أوكي. Okay. طيب، أنا هوريك دليلين على الأقل. انه لا. الاسلام بيعلم هذه الطريقه في الاخلاقيات. اوكي؟ والعديد منها هيكون من القران وبعض الاحاديث. ممكن تخليك معايا نتفرج على الفيديو اللي جاي ده وارجع اخذ مكالمتك تاني بعد بعد الفيديو. خلينا نشوف فيديو الحويني. حديث صلح الحديبيه الذي راه الزهري عن مصر مخرمه ورانا بن الحكم وساق الحديث الطويل في صلح الحديبيه، وفيه ان عروه بن مسعود الثقفي لما جاء الى اه النبي عليه الصلاه والسلام عشان يعمل عقد الصلح او الهدنه صلح الحديبيه. اتى مراقبا ومهددا. طبعا قبل ان يسلم ايما كان كافرا. فجاء فلما جلس بدا يهدد. رسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا أو روايتان خليقا أن يفروا ويدعوك يعني ما تتركنش عليهم لأنه مش رجالة أول ما تقوم الحرب الزبون هتلاقي كل واحد ملص من ناحية فقال أبو بكر نحن نفر وندع أمصص بضر اللات طبعا شتمة قوية لآلهتهم فقال من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبي قحافة يعني أبا بكر رضي الله عنه طيب محمد لسه معنا؟ نعم طيب محمد أنت سمعني؟ نعم أوكي سمعت الحديث اللي قاله الشيخ الحويني دلوقتي؟ الحديث ده بيقول انه ابو بكر استخدم لفظ يعني جنسي قاسي جدا شتم به شخص من الاشخاص ومحمد قاعد ومحمد قال له اه طبعا ما ده ده ابو بكر اوكي ادي آه لا, لا لا لم يصدر على محمد شتم الاسلام دين ما يعلمش الشتم انا انا دين التراحم دين المحبه ما لا ماشي انا هقول لك حاجه يا محمد انا عايزاك تسمع الحلقه للاخر وبعدين تقول لي حتى لو اتصلت او ممكن اخليهم يتصلوا بيك في اخر الحلقه عايزك تسمع للاخر آه وتشوف اذا كان فعلا صدر من محمد هذه الاشياء ولا لا هل محمد تهكم على الناس ولا لا هل آه استخدم الفاظ صعبه مع الناس ولا لا هل القران فيه شتايم ولا لا ده القران فيه شتايم قد كده you know؟ يعني لما تقول مثلا ان محمد آه آه سمى عمه اللي هو أبو لهب، سماه أبو جهل. دي مش شتيمة؟ إيه رأيك؟ لا ليست شتيمة طيب دي شتيمة يا محمد. يعني ما نقدرش نناقد ينقض... دي كناية فقط واو؟ well? دي شتيمة يا محمد مش كناية. سماه سماها أبو جهل يعني ده على, إيه... على جهله سماه أبو جهل طيب ما هو أنت هتقول لي بقى إيه ده وصف ده كناية يو يعني اما اما يسمي عمه انه ابو جهل طب ما يعني دي شتيمه بيشتم المفروض انه بص احنا لما بنشتم الامر لا يعتمد على اهانه الشخص اللي قدامنا احنا نهين نفسنا ونهين الله اللي فينا لما يخرج مننا قذورات بالشكل ده خلينا نكمل الحلقه وبعدين قول لي رايك في اخر الحلقه. اوكي؟ أنا سعيدة باتصالك يا محمد ربنا يباركك. أوكي خليني أكمل خلينا نشوف دلوقتي الفيديو اللي جاي ده هيوريكم إنه محمد ما كانش بس يعني بيستخدم ألفاظ ده كان بيتهكم على الناس وبينعتهم وبيلعن خلينا نشوف الكلام ده من من فم الشيوخ ومن الكتب الإسلامية اتفضل وإن أشكلت وقلت رسول الله لا يتصور منه أنه يحقر أحدا أقول لك لا ارجع إلى التاريخ هم عندنا وعندكم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله حقر أفرادا من الكافرين ومن المنافقين أما من الكافرين فكمثال أبو جهل أبو جهل مو اسم أبو جهل اسم أبو جهل كنيته أعني كنيته أبو جهل لا أبو الحكم كنيته ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا حط منه حقره فقال ابو جهل فصارت وصمه عار الصقت به الى الابد. هو الذي كناه بهذا. اما من المنافقين فامثله كثيره رسول الله صلى الله عليه واله كنا منافقين ورمز اليهم برموز واشارات تحقيريه هو ابو هريره هو رسول الله سماه ابو هريره تحقير مروان بن الحكم الوزغ او الوزغ بن الوزغ يعني ابو بريس ابن ابو بريس بالكويت احنا نقول له بريعصي هذا اللي بريعصي تعرفونه ما تعرف شلون انت بالعراق وما تعرف قل لي ابو بريس ما تعرف ابو بريس ابو بريس هذا السحليه الصغيره هاي اللي تروح تمشي على ال... اه شنو اسمه بالانجليزي كوك لا مو كوكروش كوكروتش هذا الصرصور لا يا أخي شو اسمه بني من يعرف شو اسمه ليزر ليزر إيه صغير ليزر كوتشيكي هذا سما رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو الوزغ ابن الوزغ زين معاوية هذا هولندي أي فهذا هولندي صحيح ما ما زين فمعاويه هام ارجع الى معجم الطبراني يذكر رسول الله صلى الله عليه واله يقول ما مضمونه ويل لمعاوية ويل لأمتي من معاوية ذي الأستاه يعني المؤخرة الكبيرة المؤخرة الكبيرة يعني حقره حقره ليش؟ لأن تحقير المنافقين هذا منهج سماوي ليش حتى المجتمع الإسلامي لا يغتر بهم يبقون منبوذين لهم عليهم وصمة هكذا وصمة فعائشة من جملة المنافقين ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حقرها قائلا شوفوا اللي قاله الشيخ ده أولا هو هنا بيتكلم عن أنه أما يكون في حد يستاهل الشتيمة نشتمه من يحدد مين اللي يستاهل اللي الشتيمة؟ إزاي للمسلم إنه يختار الـ يعني الـ الـ, 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 الـ الناس الميؤوس منهم؟ يعني أنت لما تقول إنه الشخص ده كافر. أوكي. موضوع كافر ده موجودة في على الأقل في الآية اللي إحنا استخدمناها النهاردة دي يا نبي جاهد الكفار. ما تقول لحد أنت كافر دي شتيمة. يا منافق. You يعني عشان عشان انت مش عايز تؤمن بيا بي وبرسالتي تبقى منافق؟ لا تبقى مش مأمن بيا. Okay. ليه ليه بت... ليه محمد قال وإلهه بيشتموا الناس بانهم كفار ومنافقين؟ واحد شايف انه انت مش إله أو انت مش نبي. يبقى مش مؤمن. مش مأمن برسالتك. ليه بتنعتوا بالفاظ قاسية وتحطه في يعني خانة. تعمل لهم ملف لوحدهم. فعلشان علشان انت حطيتهم في الملف ده يبقى من حقك انك تقول لا اشتمهم بقى لانه خلاص ما يقوس منهم ما كان في كفار وامنوا في غير مؤمنين امنوا طب وبعدين مين اداك الحق انك تنعت الناس بالفاظ وكلام قاسي زي كده وبيقول بقى واغلظ عليهم عشان اوريكم انه اللي بيتقال من الشيوخ كلام كد ما أقول لك انك لازم تكون تتكلم بطريقه لطيفه والكلام ده كله والايات اياها بتاع يعني حسن النيه يقول كده في ده تفسير ابن كثير مثلا يقول كده واغلظ عليهم اي في الدنيا ومأواهم جهنم يعني يعني ايه هتغلظ عليهم بالالفاظ في الدنيا هتكون شديد معاهم ادي تفسير الجلالين مثلا بيقول كده واغلظ عليهم ده يعني بالانتهار والمقت يعني تم تنتهر حد وتكرهه يبقى ايه يبقى هتستخدم الفاظ قاسيه برده طيب. آه ادي آه تفسير الطبري برده بيقول آه آه جاهد الكفار واغلظ عليهم يقول واشدد عليهم في ذات الله وهم جهنم يعني التشديد على الناس بالالفاظ و, 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 و بالكلام الجارح مقبول لان دول انا حطيتهم في الخانه دي في الملف ده ليس من حقك ان تضعني في اي ملف لانك مش الله الله بس هو من يحكم على قلبي وانت مسؤول عن قلبك فقط وده اللي بيعلمه لنا الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيعلمنا انه الانسان اللي بيشاور على حد ويقول انت فيك العيب ده غالبا ما يكون هو صاحب العيب وفي أسوأ لاننا نرى الامور اللي فينا في الاخرين. اوكي طيب القران بقى في الكثير من الامور دي عايزه يعني بيقول كده في مقال موجود بيدافع عن انه الناس انه القران فيه شتايم او انه محمد بيسب ويلعن فبيقول القران كتاب حجه وبرهان ودعوه واخلاق ولكننا نجد انه في بعض المواطن استخدم اسلوب التشبيه بالحيوانات كمثل الكلب كمثل الحمار كالانعام والامور دي ومثلا شتايم زي عتل بعد ذلك زنيم تبت يد أبي لهب آه وتب الإسلام ينهى عن السب واللعن ويدعو إلى الجدال بالحكمة والموعظة الحسنة فلماذا نجد في القرآن مثل تلك الآيات التي جرحت مشاعر, مشاعر كثير من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين كلنا عمال خنات 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 you know. الجواب والله أعلم بيقول إن الله تعالى يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة والعلم والحلم مبين لهم الادله والبراهين حتى لا تبقى لهم حجه ويجيب على جميع اسئلتهم وتساؤلاتهم ويعطيهم الفرصه تلوى الفرصه حتى اذا راوا الحق واستيقنتوا انفسهم ثم كفروا بعد ذلك على علم واصرار وظلم وعناد وباتوا يجادلون لدحض الحق والسفسطه لم يعد للحجه اي قيمه معهم ونالوا من من الاوصاف ما يستحقون وهنا حقف عايزه أأكد لك إنه القرآن مليء بالشتايم. مش كده؟ زي ما انتوا شايفين، مثلا بيقولوا القرده والخنازير ووصف اليهود والمسيحيين والكلام ده كله واستخدام الألفاظ الجارحه، التفريق بين الناس على على حسب الحر والعبد والكلام ده كله موجود. ولكن من يعطيك الحق؟ إنك تضعني في أي خانة تقطعني عن رحمة الله فترجع تقول أصلا استحقت خليني أخذ مكالمة معانا الأخ جابر من السويد اتفضل أهلا بيك أخ جابر اتفضل ألو ألو أهلا بيك اتفضل سلام المسيح لك يا أختي سلام ونعمة ليك أخي الحبيب تفضل أختي أماني الشتيمة هي سلاح جبان. يعني وقت الواحد بيشتم فهذا بيكون جبان نعم <applause> و يعني وقت 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 الواحد ما طيب يعني تقصد بيشتم انه الخوف الخوف من الالم اللي بيحسوه او او الخوف من المواجهه يخلي حد يشتم زي ما انا اتكلمت على على الست اللي تمشي تشتم واحد يتحرش بيها مثلا ما هو هذا <applause> هو يا أختي بعدين بالاسلام بعدين بالاسلام الشتيمه يعني شيء بيرفع الراس المسلم فيها نعم <applause> <applause> يعني هو بدل يقولها صباح الخير يا مراتي يقول لها يا بنت المهيمه يا بنت ال... يعني هو يعني شيء ما نحن عايشين كنا عايشين بمجتمع اسلامي ده. يعني هو وقت واحد كان المراه المراه المسلمه تقول جودة تعلم من جيرانك ده. كان يقول هذول ما بيفهموا يقول لك ذا جبان ما بيقدر يشتم مراته يا yeah. هو يعني اللي يشتم راسه وبيكبر يعني شايف ازاي انه ثقافتنا بتختار الشتيمه ب... بال... يعني تشتم المراه وبالأم بال... يعني كانه الشتيمه بتخلي الراجل يبقى راجل يعني يعني صدقيني مسيطر صدقيني صدقيني يا صدقيني يا اختي المسلم بيشتم مرته على الطالع والنازل بعدين هم هما وقت الو... احنا يعني هو يشتم انا مين؟ هو يعني امها بتبقى امي، ابوها بيبقى ابوي، هو بيشتم بشتم انا مين؟ طيب جابر انت بقالك قد ايه عابر؟ لا انا انا مسيحي اه انت مسيحي انا, أنا اسفه مسيح. افتكرتك من الجزائر طيب اهلا <applause> بيك طيب. شكرا كثير طيب. انا بشكرك اشكرك لكل المحبه يعني. أنا أنا ممكن أقول لك شغلة يعني إحنا بفترة السبعينات عشنا بلبنان فالشعب المسيحي بلبنان يا أختي أنا آسف مش الكل يعني كان بيطلع منهم كلام صدقيني المسلمين ما كانوا ينطقوا بهالكلام لا يعني بص ده حقيقي أنا ما أنا ما كلمتش أنا قلت في الأول إنه كمان في مسيحيين بيشتموا فهي المسألة أنه هل أنت عايش اللي ربنا علمه لك فعلا في حياتك عايش بقانون الله ولا عايش بفكر العالم والرسالة دي مش بس للمسلمين النهاردة هي الرسالة دي لتبكيت قلوب المؤمنين أنهم لازم يكونوا كأولاد الله صدقيني يا أختي يعني الكلام اللي كنا نسمعه من اللبنانيين المسيحيين كلام نعم. يعني انتي معلش ما هو المصريين كده والسعوديين كدا يعني كل يعني مش المسألة جنس واحد بس أو أو بلد واحدة بشكرك يا جابر ربي يبارك نحن المسيحيين مش لازم نشتم يا أختي نحن المسيحيين مش لازم مش لازم نشتم طبعاً مش لازم وهنتكلم في الموضوع ده دلوقتي خليني أنا بشكرك والرب يباركك عايزة هاخد مقطعين فيديو بسرعة جداً وبعد كده هتكون معايا الأخت عهد من السعوديه هتشاركنا بالحقيقه اللي مرت بيه في حياتها لانه شوفوا احنا اتكلمنا في موضوع رهف ونشكر الرب من اجل انه الله انقذها واعطاها حياه وانه امتدت ليها ايدين ناس كتيره جدا للمساعده وهي دلوقتي في مكان امين كمان في مازال في داخل السعودية وفي قلب السعودية رجال ونساء تحت التهديد وتحت الضغط وتحت الألم وليس ليهم حرية الاختيار ولا ليهم حرية الحياة ولا الحق في الحياة فأنا بوعدكم أنه أنا عايزة في كل حلقة أقدم لكم على الأقل عشر دقايق من قصه من قصص سعوديين وسعوديات علشان عايزه انه الله يوريكم في حقيقه انتوا قعدتوا تقولوا رهف اترشت وحد قال لها تعمل كده ومسلطينها ومش مصدقين لا انا هوريكم انه في مئات من الناس اللي هربوا واللي عايزين لسه يهربوا لانه ليس هناك عدل في البلد دي وليس هناك حرية بعد الفيديو اللي جاي ده آآ آآ نستكمل الحلقة خليني ناخد آآ آآ الفيديو اللي جاي ده هو فيديو بسيط جدا بنشوف فيه السيدة اللي اترشحت أو اللي بقت في الكونجرس الأمريكي وهي بتشتم الرئيس بتشتم الرئيس ترامب تفضل <applause> Bullies don't win. And I said, baby, they don't, because we're going to go in there, we're going to impeach them. Well, I thought her comments were disgraceful. Uh, this is a person that I don't know. I assume she's new. Uh, I think she. dishonored herself and I think she dishonored اللي ظهر لنا هنا من تعليق السيدة رشيدة وشتمتها بالأم لرئيس الجمهورية أنت لو كنت في دولة عربية هي فلسطينية الأصل وتقدم نفسها على أنها فلسطينية الأصل فلسطينية أمريكية أنت بتقدمي نفسك على أنك فلسطينية أمريكية وتفتح لك الكونجرس الأمريكي يعني أنتي في مقعد ناس انتخبوكي انتخابات حقيقيه مش مش كوتا زي بقيه الدول العربيه ما انتيش محطوطه يعني كده كرم منهم لا ده ناس حقيقي انتخبوكي ومع ذلك ظهر في الثقافه بقى بتاعتنا اللي مزروع اللي جوانا على طول بيبان نشتم بالام ونعرض يعني رئيس الجمهوريه الكتاب المقدس بيقول انه احنا نصلي من اجل الرؤساء حتى ولو كنتش موافق معاهم نصلي من اجله نبارك الناس اللي احنا اللي هم في السلطه ده تعليم وده تعليم بالنسبه لها الرئيس الامريكي كافر يو تشتم بقى تشيله وتحطه دي حاجه ودي حاجه عايزه اوريكم جزء بسيط من الفيديو اللي جاي ده وبعد كده هاخد عهد على طول اوريكم بس ازاي الشيوخ اللي بيقولوا لنا بنفس البق يا راجل اتكلم بادب وخليك لطيف ورد بطريقه حلوه يروح متدور في فيديو تاني ومحدش شايف بقى ايه يعمل ايه بيشتموا بعض بافظع الالفاظ شوف عدنان ابراهيم أن العلماء أنفسهم لا يقيمون من أنفسهم أمثلة حية على ما يقولون هو وهو قدوة وهو نعم يعني ينبغي أنا فقط ألا أسمع من العالم كلاما عن أدب الخلاف وأسباب الاختلاف وكأنه معذور ورفع الملام على أما الأعلام كتاب تيمية ليس هذا فقط أن أراك مصداقا واقعيا لما تقول بمعنى أنني أسمعكم مرة يا شيخنا ما رأيك فيما يقول فلان الفلاني آه فلان الفلاني أو الم... الذي اسمه احمد العرفج نعم. الذي يدعى احمد يعني حتى ينازعونك على اسمك نعم نعم بقى بقى أنا انا كأقول. اقول نعم. والله فضيله الدكتور احمد في الحقيقه جزاه نعم. الله خيرا نعم نعم هكذا يعني اعلم السائل لا ينبغي نبذ الناس بهذه الطريقه ولا احتقار الناس ولا تنقص الناس وانك جوز حد الادب في سؤالك من غير ان اقول له عمليا ثم اقول له له اجتهاد في هذه المساله قد يخالف فيه الا ان له وجها وقد علم كل اناس مشربهم واعرض له وجهه ايه؟ مم. اجتهاد الدكتور عرفج اه ووجهه نظري أه؟ وافتح له بابا من التسامح حين يعني يرى الناس هذا أه؟ يعني انت ترى يا دكتور ان الفقه... هو بعض الفقهاء تسببوا آه. في شحن الناس وايضا آه. تضييق الافق عليهم وتقليل مساحه الاختلاف نعم لانهم يقولون ما لا يفعلون يفعلون اذا نصبوا للقول قالوا فاحسنوا ولا مم. لكن حسن القول خالفه الفعل الفعل يعني خذ منهم كلاما نظريا كمحاضره من اجمل ما يكون عن ادب الخلاف والاختلاف لكن عمليا هم شرسون جدا في اختلافاتهم وشرسون جدا مع المعارضين وهذا شيء عجيب وغريب جدا محمد الداهوم يقول تريد ما عنوان رسالتك الدكتوراه وفي اي جامعه ستتفاجا انه ليس دكتور أي مسكين هذا كذاب هذا هذا كذاب طيب ليش اللغة دي كذاب طبعا لأنه هذا يعني الإنسان يعني حاقد هذا اسمه الشرعي هذا الرجل كان يكذب أمام الناس, من من الناس من ولا تلاح ولا يخجل حاقد دلوقتي بقى ايه؟ ترد عليه كل شيء يا أخي رد بدون هذه العبارات بدون كذاب بدون سجية ما هو يقول لك ماذا قال هو طيب؟ لا 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 أحتمل هذا الإنسان بالذات هذا الإنسان هذا النكر هذا لا أحتمله والمشايخ البل هكذا سأسميهم لن أسهم لن أنعتهم بنعت أحسن من هذا لا تسمحوا لأنفسكم أن تسمعوا الكذابين في كذب حول استذج المغفلين من المشايخ وغير المشايخ اصحاب الحديث ما شاء الله الجهاز الاموي الخطير الجهاز الثقافي الفظيع افسد عقليه الناس خاصاهم كما اقول دائما انا خاص الناس هذا بذكرني بالحسين وبعلي وفي وب... رجوله هنا بدك رجوله انت مش مثل مثل مش... مثل مشايخ اليوم وفات اليوم ها أه؟ لما نقول حتى النساء عيب والله العظيم نسوي النساء اقسم بالله أه؟ ولا صبيان ولا اوغاد ولا حقراء ذباب صار صير في إيران وأراني بذولا يا أخي لعنة الله على أمثالكم لعنة الله على الكذب أنا لم أحترم من هؤلاء الأوغاد لأنهم أوغاد حقيقيون والله العظيم وإن طالت لحاهم حتى تضرب إيه ركبهم والله إنهم لأوغاد أنت هب أنتوا هبلان أصلا أنا أقول لكم أنتوا ولا فاهمين حاجة أنتوا ولا قاعدين تفهموا أنتوا تفهموا النبي بيعرف الصحابة فيهم الفاجر شو تقول لي وفيهم منافق وفيهم لعين والدين الله قال أدي الشيوخ اهو يديك حاجه كده حلوه اهو لا 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 خليك لطيف وادب الاختلاف وادب مش عارف ايه وبعدين رخ شتيمه لكل ايه من عارضه لكل من قدم فكر يختلف عن فكره وهو ده بقى اللي اتعلمناه من الفكر الاسلامي انت حطني في الكاتيجوري او في في الخانه بتاعه اللي خلاص ربنا يقسم منها وكم خليني ارحب بعهد عهد الو أيوة. اهلا عهد ازيك حبيبتي انا سعيده أهليك. جدا انك تكوني معانا على برنامج النهارده آه آه خلي الوقت الباقي من الحلقه كله آه لقصتك وخلينا يعني لو حطيتي لي القصه بتاعتك انت آه آه خرجتي من السعوديه ب يعني آه معجزه زي ما بيقولوا مش كده؟ <applause> طيب قولي لي كده خي... بس ارفعي صوتك شويه لاني مش سامعاكي يعني ادينا عرض لقصتك كده في كام دقيقه إيه. تفضلي. تمام شكرا لك اول شيء على اعطيتيني مساحه اتكلم فيها. اول شيء انا عرفت من السعوديه بعد ما سرقت حساب لي امري في ابشر واعطيت نفسي التصريح للسفر بدون ما يعرف. للاسف من زمان تركت الاسلام آه، لانني يعني ارى انه اهانني انا كامراه يعني كل شيء فيه عاديني وضدي كنت مجبوره اصلي اصوم اقرا قران كنت انضرب ضرب مبرح اذا مم. بس تاخرت عن الصلاه او نمت حتى عنها من صغيره يعني كمان كنت مجبوره البس العبايه والنقاب حتى عيوني لازم اغطيها إذا الاضاءه تصير معي مشكله كبيره انسب وانضرب عشانها احيانا يعني احنا في السعوديه ما عندنا حل غير انه نخضع ما في لا قانون ولا مجتمع راح يوقف معك يعني م. انت تكونين نكره حتى اسمك عيب ينذكر برا او يطلع صوتك تلاقين حتى الذكور اللي في عائلتك يستحون يقولون اسمك قدام احد فتخيلي معي لما تطلع وحده معنفه تشتكي من ظلم اهلها يعني كل شيء راح ينقلب ضدها لا قانون ولا احد راح يقدر يساعدها وعلى طول يرجعونها المعنفه لان اساسا ما تقدر لا تستقل في حياتها او تقدر تنفصل عن عائلاتها فانا عائلتي اجبرتني على زواج من رجل ما احبه ولا اعرفه يعني ما كان عندي خيار ثاني عشان اقدر اكمل دراستي الا اذا تزوجت منه كلميني في الحته دي شويه انت قلتي لي انك ما كنتيش عايزه تتجوزي لا وعيلتك لي قبل كده ان عيلتك وقفوكي و... يعني عن التعليم مش كده؟ حرموكي من التعليم؟ أه. بالضبط بالضبط م -م. ليه حرموكي من التعليم ليه؟ أه كنت طبعا انا الوحيده اللي قدرت من من العائله من البنات انه اكمل دراستي في الجامعه قبل ما اتزوج، يعني اللي في العائله ما يسمحوا لهم الا اذا تزوجوا وازواجهم وافقوا انه يكملوا الدراسه م -م. فيعني كافحت وضربت بس عشان اقدر ادخل الجامعه دخلت الجامعه تعتبر معجزه يعني بالنسبه لعائلتي دخلت الجامعه فمره اكتشفوا انه انا طلعت من الجامعه على مطعم مع صحباتي ف من الجامعة ورفضوا إنه أكمل الدراسة، فلما تقدم لهذا الشخص قالوا لي ما راح يعني إذا وافقتي عليه آه لك انك تكملين الدراسه حقتك طب خليني بس يعني اسالك في موضوع المطعم ده انت لي ان الجامعه كانت بعيده جدا وانه يعني يعني, يعني لمده ساعات فكونك تروحي تقعدي في مطعم تاكلي لقمه مع صديقاتك البنات دي مش أه. حاجه يعني مش غلطه ولا حاجه يعني يعني تقعدي طول النهار في الجامعه لازم تاكلي تعتبر مصيبه عندنا مصيبه يعني حتى كمان ترى مش العائله بس حتى في الجامعه مشددين يعني يكون في سيارات الشرطه برا في الامن حق الجامعه نفسه فما نقدر يعني بعد ما نتخطى عائلتنا تجي الامن حق الجامعه لان نقدر نطلع منه بدون ما يشوفونا تركب تكسي ونمشي يعني لازم كمان تتسربي من الامن يعني ما تقدريش تخرجي آه براحتك من امن الجامعه لانه ممنوع اصلا واو طيب إيه قوليلي قعدوكي إيه من الجامعه وبعدين إيه اتقدم لك العريس ده وقالوا انه لو اتجوزتيه يرجعوكي الجامعه مش كده اه ايوه بالضبط آه. بس اكتشفت من بعد الزواج انه يعني الزوج نفسه رفض انه أكمل الجامعه لانه يعني المدينه اللي كانت فيها الوظيفه حقته غير عن المدينه اللي كنت انا ساكنه فيها. يعني حتى ما قالولكيش انك هتتنقلي لمدينه ثانيه. لا. اوكي. Mm -hmm. okay. um, uh, uh. قصه زواجك او زواجك دام قد ايه؟ اقل من شهر، ممكن ثلاث اسابيع بس. لكن انت قلتي انك مريتي بامور صعبه جدا تحبي تشاركي آه. آه بعض ده يعني انه انا عارفه انه الكلام اللي هيتقال هيبقى صعب انه ي... انك تقوليه وصعب على المشاهدين لكن الحقيقه هو واقع كتير من آه آه البنات اللي عايشين في نفس موقعك يعني اتفضلي أنا يعني مرة عانيت من فكرة الزواج لأنه ما كنت متقبلتها أصلا فجبرت نفسي بس عشان الدراسة فندمت يعني بالحرمان منها وبعدين يعني كنت تخيلت كنت أول أسبوع كنت أنام كله في في الحمام أهرب من زوجي فكنت أترجع عائلتي إنه إنه ما أبغى رجعوني، فكانوا يقولوا لي إذا إن أنت رجعتي راح نربطك في السيارة و... ونخليه ياخذك راسب. يعني زي ما بيقولوا ف... في مصر نسحلك، نربطك في السيارة ون- آه. يا يعني... بالضبط أنا أسفة جدا. فتعرضت لاغتصاب الزوجي. فالأمر كان جدا قوي علي، يعني أحس لليوم لسا أعاني من الموضوع فعلا. Yeah. طبعا بالنسبه للاسلام ما فيش حاجه اسمها الزوج لما ياخد حقه بالغصب من مراته يعني آه. يغتصبها ده حقه ولكن في القوانين الانسانيه وفي العالم كله ده اغتصاب طيب قولي انت النهارده اولا انت قلتي انك قدرتي تخرجي ب... عن طريق نظام ابشر والتليفون والكلام ده طيب عملتي لجوء في بلد اه في بريطانيا طيب قولي لي النهارده بعد ما خرجتي شعرتي بايه؟ يعني مره شعور صعب نقدر نوصفه لاننا يعني على اللي كنا نعيشها والمعاناه اللي مع نظام الولايه اللي مهما بلغتي من العمر ما تقدرين تستقلين ففجأة أكيد يعني ما تصيرين حرة نفسك فذا سبب لي صدمة في البداية يعني حتى الشمس ما كنت أقدر أشوفها ما كنت أقدر أطلع فلما خلصت لتسخت الحجاب وال... والنقاب م. وطلعت فكان جدا فرد ما أقدر أوصفه م. ايه امالك بقى في الم... للمستقبل عايزه تعملي ايه أكمل بكمل دراستي بكمل التخصص اللي اللي ابغاه دون من ناس احد او موافقه ولي امر او فابغى شغلي ابغى انا اللي آه. اصرف على نفسي ابغى اقدر استقل تقدري تاخدي قرارات في حياتك تحبي تشاركينا بالتخصص ده ايه عايز تبقي دكتوره مهندسه باحثه لا انا بدخل القانون ان شاء الله امين والرب يستخدمك انك تكوني سبب في حريه كثيرات من من اهل بلدك اسالك سؤال اخير لو 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 كان عندك فرصه انك تعيشي الحريه دي جوه بلدك كنتي هتسيبي بلدك لا ابدا يا. على فكرة لا يعني أنا انجبرت يعني في ناس عندي خواطر يعني فقدت ناس بس عشان حريتي يعني مم. حرام نعيش ذل بس عشان نقدر ناخذ حقوقنا أمين طيب أنا بشكرك يا عهد وأشكرك إن النهارده أنتِ صوت لامرأة آه مسلمة سابقة آه آه سعودية عندها آه قوة وعندها جراءة إنها تقف من أجل الحق وإنها تبتدي حياة جديدة وتكون أيضا سبب بركة لكثيرين من حولها وأنا بصلي من أجلك وخليني صلي من أجلك مع المشاهدين النهاردة أنا عارفة أنت ما أنتيش مؤمنة بالإيمان المسيحي ولا في المكان ده لسه لكن عارفة أنك تؤمني أن الله موجود وأن الله محب فعايزه اصلي من اجلك انه الله المحب يبارك حياتك يا رب انا بشكرك من اجل عهد ومن اجل مستقبلها ومن اجل انك اله صالح تهتم بابنائك فانا بسالك يا رب انك ترسل ملائكتك تحيط بيها وانه تعينها على القادم وتستخدمها لمجد اسمك ولحريه الكثيرات في اسم يسوع اصلي امين امين يا حبيبتي شكرا. ربنا يباركك يا عهد واشكرك أمين. أمين على رسالتك النهارده امين شكرا طيب. طيب احبائي دي كانت الرساله الاولى من سعوديه قالت يعني اللي هي شايفاه اللي حصل في حياتها واللي هي بتامله في المستقبل ويعني انا بدعو لكل واحد وواحده عندهم قصه مشابهه يتصلوا بينا لانه لازم يصحوا الضمير العربي لازم يصحوا المجتمع الاسلامي حتى انكم ما تقعدوش تتهموا بناتكم بالباطل ولكن صلحوا المرض اللي جوه هذا المجتمع خليني اشارك معاكم فكر الكتاب المقدس عن موضوع السب والكلمات الشريره دي كتاب بيقول كده في رساله افسس بيقول كده اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا ابليس مكانا لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحري يتعب عملا الصالح بيديه ليكون له ان يعطي من له احتياج بيقول كده لا تخرج كلمه رديه من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان للبنيان كل ما هو صالح من الله للمحبة للبنيان للبركات للخير ل... لبناء المجتمع لبناء الناس اللي حواليك هو ده اللي بيوصيك الكتاب المقدس إنك تتكلم بيه بيقول بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين كنت بسألكوا يا ترى أثر الشتيمة إيه على الشتم والمشتوم اللي بيسمعك عارف أنت بتعمل إيه انت جواك نار وبتزرع نار وبتزرع غضب ولكن كلام الصالح كلام الله كلام المحبه اللي للبناء يضع سلام محبه ماء حي يشفي قلبك ويشفي قلب الاخرين لانه اي حاجه تانيه من الشرير بيقول الكتاب كده ان كان احد فيكم يظن انه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانته هذه باطله اذا كنت فاكر انك متدين وبتطلع ده الكلام ده بقى للمسيحي للمؤمن اللي بيعرف الكتاب اوعى تفتكر انه الكتاب المقدس ده كلام تقراه ولا تحفظه لا ده كلام تعيشه تحياه فلا يخرج منك الا كلام خير ومحبه وصلاح ونعمة وبركات للآخرين في رسالة يعقوب بيتكلم الرسول بيقول كده إن كان أحد فيكم سوري في الإصحاح الثالث بيقول كده هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق فاللسان نار إذا أنت لسانك ده زي النار لازم تحفظه لازم يخرج سلام للناس اعرف ان اللسان ده هو اللي ممكن يأذي وهو اللي ممكن يبارك ازاي بقى يقول ازاي ببقك ده اللي تخرج منه صلواتك وبركاتك وكلمات النعمة تبارك وتلعن في نفس الوقت ما ينفعش توبوا توبوا لان الله عايز يعطيكم كلمات نعمة وحق وسلام فيمسكش عليك الشيطان حاجة أبداً إلا أنك تكون مبارك لعمل الله في حياتك وكلمات الله كلمات النعمة الخارجة من فمك في اسم يسوع إلى اللقاء